الليله ليله الاهلي فرحه جديده، دستور جديد للنادي الاهلي مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي العميد محمد مرجان، والشباب النهارده قدروا تعبك. الف الف مبروك، تعبتوا بجد، تعظيم سلام ليكم من اول يوم لاخر اليوم. تعب بقالكم مش هقول شهور واجتماعات ورا اجتماعات لحد ما قدرتوا تخرجوا صوره النادي الاهلي في ابهى صوره ليها. الحمد لله رب العالمين، يعني الف مبروك للجماعة العموميه النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لشباب النادي الاهلي اللي لازم كلنا نفتح دراعاتنا ونحتويهم، لازم يبقى في هناك قدوه ليهم. هم دول الشباب اللي هيشيلوا النادي الاهلي، هم دول الشباب اللي هيشيلوا مصر لو ملوش حد يفتح ايديهم ويحتويهم مظبوط، عمرنا ما نوصل لنتيجه. يمكن في افكار كتير جدا جدا، الناس النهارده بتشكرنا كاداره تنفيذيه، افكار كتير جدا 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 من الشباب دول الصغيرين قالوها واحنا سمعنا لهم ونفذناها واتحركنا عليها، والنهارده الحمد لله رب العالمين زي ما انت شايف الناس بتشكرنا. النهارده ما يجي لك شاب صغير يقول لك انا ممكن انقل الناس من المعادي لغايه مرسل النادي الاهلي في النيل، انا اسف يعني، لو انت ما سمعتلوش ده استحاله هيجي لك انت الفكره دي. النهارده ما طبقنا الفكره دي، اخذنا قرار امبارح فوري في 24 ساعه اتنفذت. تعالى اتفرج النهارده كميه الناس اللي ساكنه، اعضاء النادي الاهلي اللي في المعادي اللي استسهلوا وركبوا. طب دي فكره مين؟ فكره شاب صغير، فكره شاب ممكن تخليه بيبني بلده وممكن تخليه في الاتجاه الثاني. انت عايز تعمل ايه؟ هو ده النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا بنعمله في النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير قوي، النادي الاهلي الناس بتتعلم منه، احنا ضحينا بشغلنا وضحينا بمستقبلنا مش عشان حاجه، عشان النادي الاهلي. احنا بنشتغل، الناس عارفه كويس قوي النادي الاهلي ايه، وبنراهن على الحاجه الصح، بنراهن ان شاء الله باذن الله ربنا حافظ بلدنا وحافظ النادي الاهلي عشان احنا بنحب من قلبنا وبنتوكل على الله سبحانه وتعالى. سياده العميد، الفتره الاخيره ضغط شديد على مجلس الاداره وعلى الجهاز التنفيذي للنادي الاهلي، عرقلة فريق الكورة، ربنا بيكرم وفريق الكورة بيكسب، عرقلة اللائحة، اكتساح النهاردة اللائحة لحد امتى؟ انا سامع اللي في ناس اصلا يعني متهيألي يعني فاقدة الوعي، ومتهيألي بقى ما حدش يسمح لي يقول لك اصل ده 201 موجودين، ويقول لك القصة دي كلها، ويقول لك اصل ما فيش اشراف قضائي. يعني الكلام ده عيب بقى، يعني احنا النادي الاهلي كبير، خلينا احنا البلد مش مستحملة اكتر من كده. البلد عايزة الناس تبني، البلد عايزة الناس اللي ليها اخلاق، عشان خاطر لما نيجي نحاسب الشباب نحاسب الشباب على اخلاق، ما نحاسبش الشباب على عربجه زي ما انا قلت قبل كده. لو سمحت ارجوكم ارجوكم لازم يبقى في نظره لهذا الكلام. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، بس احنا استحملنا كتير، بس احنا يعني خلاص، يعني الواحد وصل لمرحله الحمد لله. شوف غير حاجه واحده بس، ربنا سبحانه وتعالى ما يضيعش اجر حد، وربنا سبحانه وتعالى بيكلل نجاح كل واحد، عشان ربنا هو المطلع على الناس كلها. احنا تعبنا ما ركزش مع حد، بنشتغل في حالنا، بنأدي دورنا، بنأدي الدور اللي مجلس اداره ثقته فينا، وبنأدي الدور اللي الجمعيه العموميه حطت ثقتها في مجلس اداره، ما بنخافش غير من ربنا وبنعمل اللي علينا. وفي الاخر لن نقبل لحد يذات على وطنيتنا، لن نقبلها بالمره لحد يذات على وطنيتنا، لان الحمد لله رب العالمين تاريخ كل واحد معروف. اسمعوا التفاهات ديت يا فندم ولا ما تسمعوهاش؟ اكيد ما بسمعهاش، بس بتزعل اما بيجي لك عضو جمعيه عموميه او تبقى ماشي في الشارع تقول لك انت هتسيبه عربجيه يعملوا كده ليه؟ فبتزعل، فبتقول له انا بتعامل باخلاقي، ارجوك لو سمحت تعاملوا زينا، ارجوك ما تعملناش مشاكل، ارجوك احنا عندنا لوائح هي اللي بتأيدنا، عندنا قانون. هو خلينا لمره يعني يبقى القانون هو اللي بلاش احنا كلنا اسهل حاجه نهد، واسهل حاجه نتخانق، واسهل حاجه نطلع نشتم، واسهل حاجه نرمي بلان على الناس. لكن اصعب حاجه اللي انت تشوف الشباب دي، اصعب حاجه اللي انت تشوف العامل الصغير دوت اللي بيسعى وبيحب مكانه. حب النادي الاهلي هو حب مصر، حب اي نادي او اي مؤسسه حب مصر. لو انت حبيت الطفل في مدرسته هيحب بلده، احنا اتربينا كده وهنفضل كده، مش هنتغير مهما كان، لان احنا هرجع اقول تاني ما بنخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى الاهلي فوق الجميع باذن الله وبعون الله وبفضل الله. الاهلي فوق الجميع، يعني احنا بنفضل مصلحه الاهلي على مصلحتنا الشخصيه، مش عشان حاجه ثانيه اكتر من كده. احنا بنفضل مصلحه النادي الاهلي زي ما بنفضل مصر على مصلحتنا الشخصيه. مبروك يا استاذ العميد. يا رب يخليك، ومبروك لكل الاهلاويه ان شاء الله. الله يخليك. زميلي محمد، ده كان لقاءنا مع مديري التنفيذي للنادي الاهلي، طبعا الفنانه